الأم كثير حنونة، حتى لما يصيب طفلها شوية مغص بتقول أنا السبب، أكلت الأكلة الفلانية اللي سببت المغص عند طفلي. حقيقة المغص عند الأطفال ما له علاقة بأكل الأم، هيك الدراسات بتقول لنا، ولكن بعض الأمهات بتلاحظ أنه في أكلات معينة بتخلي طفلها يحس بالانزعاج، فممكن تستبعدها من نظامها الغذائي، مثل الكافيين، الحمضيات، البصل والثوم، القرنبيط والبروكلي، والقائمة تطول. إذا شو سبب المغص عند الأطفال؟ أولاً عمر الطفل. الأطفال بالأيام الأولى بيصيبهم المغص بسبب عدم نضج جهازهم الهضمي، ولكن مع تقدمهم بالعمر ومع نموهم وحركتهم الزايدة رح يصير خروج الغازات عندهم أسهل. ثانياً، أي شيء بيسبب دخول كمية كبيرة من الهواء على بطن الطفل بيسبب مغص، مثل لو الأم إنتاج الحليب عندها كبير ونزوله سريع، وبالتالي الطفل بيصير يرضع بشكل سريع 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 وبدخل كمية هواء كبيرة على بطنه، أو إذا بيستخدم المصاصة أو المرضاعة أو بتسبق رضعاته موجات بكاء طويلة بتخلي هواء كتير يدخل على بطنه. ثالثاً، لو كان الطفل بيعاني من لسان مربوط أو فطريات بالفم. رابعاً، لو كان الطفل بيعاني من حساسية حقيقية من أكل الأم بتتناوله أو دواء أو مكمل غذائي. أخيراً، إذا الطفل بيرضع رضعات غير كاملة ما بيوصل فيها للدهون اللي بنهاية الرضعة، بصير عنده حالة اسمها لاكتوز انتوليرانس بتسبب شعور بالمغص الشديد عند الطفل. طيب كيف أعرف إنه طفلي بيبكي لأنه عنده مغص مش لأي سبب تاني؟ بيعرف المغص على إنه تغير بالحالة المزاجية للطفل ودخوله بموجة بكاء طويلة قد تستمر لأربع ساعات، تبدأ عند الأطفال من بعد الأسبوع الثاني وممكن تستمر للشهر الرابع. عادة بتصير للأطفال بالليل أو الفجر، وبكون فيها الطفل بيضغط على نفسه وبيرفع رجليه لبطنه، وبتختلف حدة المغص من طفل لطفل. وهلأ خلونا نستعرض بعض الحلول وطرق التعامل مع المغص. حاولي تعالجي السبب وما تعالجي الأعراض، ارجعي للأسباب اللي ذكرناها ببداية الفيديو وحاولي تتجنبيها. رضع الطفل رضعات قصيرة ومتفرقة ومن ثدي واحد. اعملي مساج لطفلك بمنطقة البطن بحركة دائرية مع شوية ضغط أو من فوق لتحت، من فوق لتحت. ممكن كمان تستخدمي هالوضعية بالمسك، هالوضعية سحرية وبسموها الكوليك هول، فيها الطفل بحس براحة وبخف عنده شعور المغص. ممكن كمان تعطي طفلك بكتيريا نافعة اللي بتحسن عمليات الهضم عنده وبتخفف شعور المغص، وبتقدر تجربي المغطس الدافي أو الكمادات الدافية على بطن الطفل وقت المغص، كتير رح تحسي برتاح عليهم. أخيرا، لا تستخدمي الخلطات الشعبية ولا الأعشاب لطفلك، لأنها ممكن تسبب عن طفلك كتير مشاكل بسبب إنها ملوثة أو إنها بتعمل امتلاء ببطن الطفل وبتخليه ما يحصل على حاجته من الحليب. لو جربتيها وحسيتي طفلك تحسن عليها، السبب هو انه المية الدافية المعمولة منها الأعشاب هي اللي ريحت طفلك مش العشب نفسها.